بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة متابعين هذه الانطلاقة الجميلة، منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد، وشوطنا الأول الرئيسي خصص للإبكار المحليات الأصايل، شعارات أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل، فالباب مفتوح للمشاركة وللمتابعة هنا في هذا الانطلاق الجميل. وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي داعما لهذه الرياضة العربية الأصيلة بهذا الانطلاق الجميل. نتمنى إن شاء الله في هذه الرحلة التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. الصدارة مع الزوت في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط في الانطلاق الجميل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبد الله بن المر بن حلوة الاكتبي، النقلة على منحاش للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبد الله بن دبيلة، بينما العزوم تأتي ثالثا ومانع بن سعيد بن سالم بن زيدو أيضا هناك ثالث المراكز. النقلة على المركز الرابع شاهنية علي بن راشد بن ضبيعة لاجتبي أيضا رابع المراكز. النقلة إلى المركز الخامس مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وسادسا اللي حلت في المركز السادس هناك أيضا مياسة أحمد بن محمد بن علي الوهيبي. النقلة على المركز السابع الشايب العبيد بن علي بن هلال الخاطري، وفي المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس مضمن المايدية. انتقل وياكم الى المركز التاسع الشاهنية من هجن الشباء سالم سعيد التضمير، وفي المركز العاشر الله يا ضبية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام شعر الشوط الاول في يوم الامس احمد بن علي بن عامر العويسي، شاعرنا من تألق في انطلاقات سن اللقاية، والان ايضا ياتي مع انطلاقات سن الاذاعه. 2 كيلومترات 2 كيلومترات اللي قطعناهن، 2 كيلومترات اللي انتهن من عمر هذا الشوط، ولكن اللي تبقى انتهينا من المهم، ولكن الاهم يبقى في سجلنا هذا الحافل. نتمنى ان شاء الله التوفيق السبوق الله يخليها. ظهرت سرعة من اللمة لون عصاصيدة يا بن حلوة ولا تيها روحها في السير مهتمة وعيبتني شلت يديها والمدحت المدح في حلة. نتمنى التوفيق يا عبد الله أيضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مضمر هذا الشعار متابع كل تحركاته مع الزود اللي تعرف طريق الناموس. بسم الله ما شاء الله من حاشة اللي بدأت تتحرك رويدا إلى الصدارة، عينها على المركز الأول للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أحد شبابنا أحد خبراء التضمير محمد بن عبد الله بن دبيلة، بينما اللي في المركز الثالث هناك اللي وصلت الشاهنية علي بن راشد بن ضبيعة الاجتمي. المركز الرابع مياسة أحمد بن محمد بن علي الوهيبي، بينما اللي في المركز الخامس هناك لسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة. النقلة على المركز الأول اللي بالناموس دلة ورت من أخيار السلالة حلوة شكل الزود تشفي العلة والتيب الأفضل هي تنالة لضمرها ما في خلة صفق لها الكامل دلالة. الله الله يا الزود الله يا الزود عطني جديدك يا بن حلوة عطني جديدك يا بن حلوة ما
هذه السلالة عطني علومك الطيبة أشهد أنها علوم السرك أشهد أن علوم السرك والسر مالكة والسر جماهيرها محبين هذا الشعار محبين هذا الشعار منذ بداية الموسم وهي تعرف طريق الناموس ما تحب إلا المركز الأول ما تحب إلا المركز الأول شكرا عبد الله بن حلوة شكرا عبد الله بن المر بن حلوة الاشتبي على أداء الزود منذ بداية الموسم وحتى هذا اليوم الجميل أيام اللي تسبق الختام الأيام التي تسبق الختام ولكنها الزود 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 التي اقتربت من خط النهاية خط النهاية اقتربا رويدا من الزود يقف احتراما وحبا لمالك هذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر هذا الشعار عبد الله بن المر بن حلوة نشتري المركز الثاني اللي في المركز الثاني ما شاء الله من حاشة من حاشة للشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد مكتوم المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع أيها الإخوة أحمد بن محمد بن علي الوهيبي المركز الخامس علي بن راشد بالضبيعة هلا ما بلا ناموس يا بن حلوة حتى تيمك حلو اليوم حتى تيمها مميز خمس دقائق 57 ثانية 54 جزء من الثانية ما شاء الله بدون أي توامر ولا شبه وامر تذكر عليها شكرا يا بن حلوة شكرا يا بن حلوة 57 54 جزء من الثانية تهانينا والناموس